مساء الخير على كل اللي بيشوفوني يا حبايب قلبي، وكل سنه وانتم طيبين. بمناسبه الشهر الكريم، المفرش ده شكله جميل قوي، بيحسسنا برمضان وجمال رمضان. يا رب كل بيت يبقى سعيد، ويا رب يعودوا على كل بيت بالخير واليسر والبركات. النهارده ان شاء الله هنعمل العيش السوري بالشاورما، شاورمة لحمه. المقادير عباره عن 2 بصله، قوطه مقطعه قطع صغيره، وجزر وفلفل رومي، ولحمه نص كيلو او زي ما انت بتفضلي، يعني الكميه اللي انت عايزاها، وبهارات، ومعلقه صغيره بهارات، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره توم باودر وبصل باودر. هنبدا بقى دلوقتي، هفرم البصل في الكبه، وبعد ما افرمه هرجع لكم تاني. كده البصل خلصناه خلاص كله اهو، ماشي. بعد كده بقى هنحط الطاسة على النار، وننزل بقى بالحاجات التانية، باللحمة وبالتوابل وبالحاجات التانية كلها. الاكلة دي ولادنا هيحبوها قوي، لان هما بيحبوا قوي العيش السوري، بيدي طعم جميل ولذيذ جدا، هيحبوه قوي، مبسوطين بيه، كأنه زي المحلات بالظبط، زي محلات السوري بالظبط يعني، وانضف كمان. هخلص كمية البصل دي وارجع لكم تاني. هنحط اللحمة بقى مع الزيت، تاخد صدمة، نقلبها كويس لحد ما تاخد لون، بعد كده انزل بالبصل. كده اللحمة خلاص خدت صدمة ونزلت كل ميتها. بعد كده بقى هنزل بالتوابل. الاول هنزل بالتوابل، اللي هي عبارة عن بصل بودر وتوم بودر وبابريكا وملح وبهارات فراخ او بهارات لحمه. اوكي، ريحه التوابل تحفه قوي قوي قوي، ريحتها جميله، يا ريت تكونوا معايا وتشموا الريحه الجميله دي، هتعجب ولادنا قوي وهتعجب ازواجنا وهتعجب كل الناس. خلاص كده اللحمه نزلت ميتها كلها وخدت صدمه. بعد كده بنزل بقى بالبصل والخضار. هنجيب البصل، وبعدين بنزل بقلب كويس لحد ما البصل يتدبل شوية، مش كتير. قطع البصل بتدي طعم جميل قوي مع اللحمة، تبقى جميلة. خلاص بعد كده بقى انزل بالخضار، عبارة عن قوطة وفلفل رومي وجزر، ماشي. بعدين احط بقى كاتشب ومايونيز، كاتشب، معلقة مستردة، قصدي مستردة، هتدي طعم حلو قوي للحمة، وكاتشب جميل جدا برضو، بيدي طعم حلو قوي، يعني طريقة كده معينة تنزل كده بيها. يبتدي تاكل الاكل بتاع المحلات بالظبط، متقلبي كويس قوي لحد ما يتقبل مع بعضه، وارجع لكم تاني. ده الشكل النهائي يا حبايب قلبي للشاورما. هنلفها بقى مع العيش السوري، هنحط هنحط موزاريلا، رشة موزاريلا كده، هي دي موزاريلا، قصدي مايونيز، معلش انا متلخبطة، مايونيز اهو. بنحط كده في الأول مايونيز، ماشي كده بالشكل ده، وبعد كده هحط اللحمة المفرومة، التتبيلة الجميلة دي ريحتها تحفة تحفة تحفة، هتعجبكوا قوي اهي. دي أكلة سهلة برضو، مميزة وبسيطة،
وهتعجب ولادنا جدا برضو، هم بيحبوا قوي الحاجات دي يعني. انتوا كتروا قوي من الحاجات دي للاطفال، هيبسطوا قوي في العزل المنزلي اللي احنا فيه دوت. كفي كده اهي كده، ماشي. اجيب طبق احط كده عشان نعمل واحد تاني نفس الشكل. هعمل معاك واحد تاني وبعد كده هعمل بقيه الكميه بقى مع نفسي. بنحط مايونيز، رشة مايونيز، نعم. هنحط مايونيز برضو تاني وبعد كده هنحط الخلطة الجميلة بتاعتنا تاني اهو، ماشي. هعمل معاكم بس اتنين وبعد كده هوريكم بقى هنكمل بقية الموضوع ده ازاي. هوريكم الشكل النهائي عامل ازاي اهو. بنلف كده 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 خلاص اهو، ماشي. انا بقى يعني مثلا معاك الاثنين دول، انا بقى هكمل باقي مع نفسي. تعالوا بقى معايا هنا على هو ده الشكل النهائي بقى. انا عملت كميه بسيطه كده عشان نشوفها مع بعض. لا ممكن بقى تدخليها الفرن في صينيه وتديني وشها بالسمنه او الزيت وتدخليها الفرن وبعد كده هتبقى جميله، او تحطيها على التوستر او على الساندوتش ميك اب. هنشوف مع بعض دلوقتي. هنحط مع بعض بقى في التوستر دوت اهو. لو حابه ان انت تحطيه في الفرن ماشي، او في التوستر هنا هيدي برضو طعم لذيذ وسريع. عايزه اغسل بس الفرشه. ماما حاسه ان لازم الماء ده هنديها مسح الزيت كده برضو من فوق الوش عشان ما يلزقش اهو. مسح الزيت فوق الوش كده خلاص، ونقلب نقفل عليه لغاية ما يديني التطليع يبتدى وياخد لون اهو. بقلبه بقى بس ما نقلبش كتير عشان ما يتفكش من بعضه اهو. يسيبه شويه كمان. ده شكل الطبق بقى النهائي اللي احط فيه الشاورما. هو كده متزين بالشكل دوت. ده يعني كل واحد بقى على حسب ذوقه، بس بعد كده بقى هاخده واحط فيه الشاورما. هشوف الشاورما كده خدت لون، لون حلو قوي. ده الشكل النهائي يا حبايبي، والف هنا وشفا. ويا رب لو الفيديو عجبكم بقى ما تنسوش باللايك وتشير ودعموا القناة. باي باي.